في انا عايزك البداية شايف الزمالك انطلاقة افريقية، خلينا نتكلم من الجانب الافريقي. البداية ما كانش معانا اللعيبة والصفقات الجديدة، تمام ماتش كان في متناول الكتريتشادي تشادي، خلينا نقول كده الزمالك اخد من اللي هو عايزه تمام بشكل بسيط. الماتش الجاي هنشوف صفقات جديدة، تمام توقعاتك مين ممكن يشارك؟ وشايف فريرة هيبدأ بصفقات كتير ولا ممكن واحد او اتنين من اللي جم بدري زي يعني نضاي او زكريا الورد؟ انا كنت لسه هقولها، يعني انت خدتها على ثاني. غالبا يعني بنسبه كبيره اللعيبه اللي بقالها كتير وبقالها فتره بتتمرن مع نادي الزمالك وحصل لهم ادابتيشن على طريقه لعب نادي الزمالك هي اللي هتشارك، زي زكريا الوردي ونضاي. اما بقى مثلا عمر جابر لسه راجع، وان كنت ارى ان عمر جابر من اللعيبه اللي رجليهم في الملعب وجاهزين بشكل كويس قوي. هو مش محتاج ينسجم، هو منسجم. يعني ده ابن النادي ولعيب موجود في الدوري المصري حتى مش جاي من بره، فهيبقى سهل صحيح ان هو صحيح ينسجم مع الفريق بشكل كويس قوي. سامسون طبعا لسه واصل تقريبا اول امبارح ولم يقيد حتى بعد يوم 15، فاعتقد ان بنسبه كبيره قوي الصفقات الجديده اللي ممكن تشارك معانا هو زكريا الوردي ونضال. معرفش الزناري، هل الزناري مقيد؟ مقيد؟ الزناري مقيد، يبقى موجود، هيبقى موجود في السكور. يعني دي الثلاث لعيبه ما اللي اتوقع اظنش ان هم، هيبدا بالزناري. لا انا ما قلتش يبدا، ممكن بس هو لا، ممكن يبقى ممكن موجود في لو السكور، الدنيا بقت تمام والزمالك قدر يسجل من البدايه ممكن يديله فرصه ممكن ما يلعبوش خالص بس شوط هيحطه تاني. في السكور بحيث ان هو يديله الثقه. فكره ان انا اخش في سكور في فرقه كبيره زي نادي الزمالك وانا راجل جاي من فرقه، طبعا نادي طلع جيش نادي طبعا كبير نادي جدا كبير جدا وبيحقق بطولات كمان خد بالك، طبعا. ولكن يبقى الاهلي والزمالك وبيراميدز والانديه الكبيره دي ليهم رهبه، فكره ان انا اخش برضو وابقى قاعد على دكه نادي الزمالك دي. هقول لك على حاجه مهمه، قول لي يعني خرج بيراميدز من الحزب. انا بقول اقول يعني لك ليه؟ مع احترامي للجميع، فيما ولكن يخص القيمه التسويقيه لو هنتكلم في يبقى زمالك، اهلي، اسماعيلي، اسماعيلي، اتحاد مصري، الانديه الجماهيريه، بغض النظر عن الماديات، بغض انا معاك النظر عن فيوتشر وعن بيراميدز، اتنين انديه بص احنا دايما جامدين الاختلاف جدا. بيننا صحي تمام. مفيش مشكله الكره دلوقتي هي صناعه تمام، والقيمه طبعا التسويقيه هي طبعا اللي بتتحكم في طبعا سوق الكره في مصر. طبعا. فالنهارده لما تيجي تبص على ترتيب الدوري العام هتلاقي نادي الزمالك بطل، نادي بيراميدز الثاني، نادي الاهلي الثالث. فخلاص انا النهارده فيوتشر بقيت رابع. وفيوتشر رابع، فالنهارده بقيت بتكلم بالواقع. انا عندي لا اسف، وقائع، طلائع الجيش رابع. سوري، طلائع الجيش رابع، انا عندي وقائع بتكلم من خلالها وارقام هي اللي بقول عليها ان كان في فرقه كبيره ولا فرقه صح. صغيره. لكن يبقى الاتحاد، يبقى الاسماعيلي، لا يبقى احنا ما الوداد نختلفش ان الشبابي، بيراميدز فريق كبير، طبعا بس طبعا طبعا بقول للفريق الجماهيري برضو، اكيد فكره انك اصلا تمشي في مكان الجماهير بتحبك عشان انت موجود في النادي الجماهيري ده. هقول لك على مفاجاه. انا اتوقع ان الدوري اللي جاي ده دوري الانديه الجماهيريه بعد التدعيمات اللي عملها نادي الاسماعيلي، بعد التدعيمات اللي عملها نادي الاتحاد، انا شايف ان الانديه الجماهيريه بدات ترجع بشكل كبير قوي 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 للساحه، وبدات انها تعمل اعداد جيد جدا 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 لعوده اسمها مره اخرى. انا مبسوط قوي صعب للاسماعيلي قوي والله، قوي ان انا الاقي نادي الاسماعيلي لحد الاسابيع الاخيره كان بيصارع على انا مبسوط جدا الهبوط. يعني للاسماعيلي السنه دي بجد. كل الانديه الجماهيريه، يعني لا انا بشوف كل الاسماعيلي الانديه ليه بقول تحديدا الاسماعيلي؟ هو في ليه معزه خاصه عندنا علاقه ود بيننا وبين نادي الاسماعيلي، كزمالك، ولكن كمان طبعا في علاقه ود بين كل الانديه كل الجماهيريه. الانديه، لكن لكن الاسماعيلي السنه اللي فاتت واللي قبلها تمام كان في حته ما تنفعش، صح؟ ولو كان السنه الجايه ما جاي عمل فيش تدعيمات كنا هنزعل جدا كنا هنزعل جامد، جدا كنا جدا نوصل في جدا، حته مش عايزين نتخيلها اصلا. صح. انا معاك وحصلت بشكل للاسف كبير قوي، في السعوديه، والناس هناك هيعملوا ايه؟ وهبط الاهلي اهلي جد، ودي صدمه كبيره، صح؟ فريق كبير وليه تاريخ. وبمناسبه انت اتكلمت، لازم احيي الاتحاد السعودي لكره القدم، ما عنديش اسم فرقه كبيره، ما بخافش من فرقه كبيره، اتمنى ان يكون ده النهج اللي احنا نمشي عليه في اداره كره القدم في مصر دون التطرق لاسامي ناس ماسكين دلوقتي. انا صحيح. بتكلم في بلان عامه، في طريقه عامه، ان انا ما هبش اسامي الانديه، وانا اولهم نادي الزمالك ونادي الاهلي وايا كان انا اسم غلطت النادي. حاسبني. انا غلطت وعندي مشكله حاسبني، انا ههبط للدرجه الثانيه اسيبه يهبط، ايه المشكله؟ عشان في الاخر ناس تحترمني، تحترم قراري. تاني ما بقولش اسامي ناس يبقى في موجوده لوائح دلوقتي ولوائح بتنفذ. بتدير، انا بتكلم في السياق العام وفي الرؤيه العامه لاداره كره القدم، اتمنى ان هي ما تهبش من اي نادي لا من احنا الانديه. متفقين، احنا بس بالنسبه لكل الاشخاص احنا نحترم كل الناس، ولكن احنا تمام، بنتكلم على الرولز الموجوده صح، هو ده اللي انا تكون بطلبه. ملزمه على كل الناس.